حد. لا هني شجع الفايز اول جيم علشان يخلص الست. انا شجع الفايز اول جيم طبعا، هذا ما يري. اوكي نشوف النية، تختار اليكس. اليكس ذا تنس جاي. بي 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 بيوز. ما ابغى العب بي جي مره. اعوذ بالله من ستيل. اعوذ بالله من فوكس. انت بتلعب ضد الفايز. ايه للاسف. انت غلبت كي جي. ايه بيرلي. وانت غلبت يتو، هذ الاثنين انت اثنيتهم وديتهم اللوزرز. انا شوف افضل يتو ذا كي جي. مو بانه كلاعب، كانه ما احب العب ضد فوكس، اكره فوكس. بصراحة افضل فوكس عن روب صراحة، مش كذا. اصلا يس ام بي جي سبورت ما في النت، انت الوحيد. ام بي جي ذا اونلي فان. اونلي ام بي جي يور اونلي فان. اوكي نايس اوف ماش. المشكلة اظن ياتو مو بياتو كي جي يعرف الماتش عشان يلعبوا ويا النامو وايد. انا ما اعرف، تعرف ان اول مرة العب ضد ستيف كانت اليوم. كم خسرت؟ كم ستوك؟ لا الجيم الاول كان وايد كلوز، كنت مختار باينتا. كان وايد كلوز بس ما اعرف اسوي له كومبوات لانه هو شي شكله غريب. اوكي نايس. ثلاث مرات ابيرس خذت الستوك. بس ان فولكن كان قريب ليه ما بديت اخسر. ما ادري ليش شي، يعني انت طاقتك صفر بعدين تنضرب ثلاث مرات، ليش انا 60؟ اكزاكتلي. اتس لايك بيتش بس وذاوت برين. شي بيتش يعني يوم تسوي انت بيتش كومبات ليس في يعني ذيرز اكسكيوشن. ما يبقى الاكسكيوشن بس اب تلت اب تلت اب تلت اب تلت اب سماش خلاص. بيتش كومبو ايزي. اوكي نايس باري. لا المشكله ان توني اكتشف انه يقدر يسوي دبل اب دبل ما باكرز ولا شو السالفه، يعني ينقل يسوي شورت اب ضربه بعدين ينزل لك بضربه ثانيه لك وات. ما اعرف اول مره هو يشوف. انا احس افري سنجل لو تو ميد ليفل ستيف عنده وات. ليش 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 اي دونت نو صراحه. احس كل لا 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 شوف اتوقع كان يفكر يسوي اب سماش ولا فورس. اوه بليز ذا نو سبايك ذا لويجي كومبوز. الله يرحمه خلاص. اوكي 1-0 حق كي جي. This is gonna be a speed run صراحة. This is how I feel. Unless he goes wrong. بخليك تعلق بروحك. لا لا I don't want to انزل. لا اوكي. اوكي الشباب you're with me now. خلينا نشوف. Who will ايش اسمه يا تو جو نيكست. رب العب ضد رب اور فاكن فوكس. ليش وايد وايد ليش ليش انسل. اوكي خلاص. اسمك انت ام بي جي ياله. طرش لي الاونلي فانز لينك وبسوي لك الحين سبسكرايب لا تخاف. اوه ما في تك تشيس. نايس اوكي الحين فوكس وان باد موف وخلاص. ديم اوكي وين اوكي هي شود دو داون تيلت اجينست فوكس هيز ايزي تو 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 فريم. اوه نايس باكر. بس اذا ايج جارد نو ون ايج جارد فوكس. اوه ماي جاد بقتل روحي الحين. نو ون ايج جارد فوكس خصوصا ات كالوس. اتس سو ايزي تو ايج جارد من كالوس. I mean I don't know why Light loves this stage because it's so easy to two frame Fox on this stage because there's no the diagonal inwards angle that you can use to avoid some two frame options. It's so easy. But anyways, yeah, two is ooh down there. No down there. Okay, okay, okay. I would have gone for a side B there, but still that's it all good. Okay, with this rage, I think a raw side B could kill, but it's offline and it's easy to tech chase with Fox offline.
يا هلا هذا. How are you doing? Why didn't you come today, يا أخي؟ Never grab Fox when he nears. It's so safe on shield. There's so many options. You can either spot dodge or jab him. Or if he reads your spot dodge after nair, he can charge up smash or F smash. Up smash or F smash. Okay, nice. Ooh, nice up tilt. That was weird that KJ won the trade there. Okay, nice back air. Back. Ooh, why not? That should be a dead instant. Can I have the jump? Yeah, you could have side B up B. Ah. Yeah. It's a special, not a. You can say it's not an air dodge. You can do it again. Ah, I play Roy against KJ sometimes, so hopefully he knows a little bit of the matchup. What do you think about the matchup? شوف أنا بشكل عام أنا Fox believer. شوف صراحة, if you're talking optimally, Fox top 5. But we're humans and there is room for human error. So I think he's top 10. يعني سالفة فوكس اذا بتلعب ضد شخصيه نفس مثلا ضد روي, صح ان روي يقدر يذبح فوكس مثلا جاب على اي شيء وبيموت على طول نفس الحين. اوكي جريت اكزامبل بيرفكت تايمينج بيرفكت تايمينج, بس انه بشكل عام يعني فوكس من الشخصيات اللي تشي يبغى يلعب صوبك حوالين تشي. يعني روي ما عنده مثلا ضربات تغطي areas grounded, وما عنده مثلا out of shield options شي حلوة تخاف منها. عنده up B which is frame 7 or 8 I think, which is a good out of shield option صراحة. Good out of shield بس انك risky, يعني مب ما عارف كيف اشرح لك انه هاي ريسك هاي ريورد قصدك؟ مو بوايد ريوردنج, بس يعني اكثر شيء انه ريسكيه يعني تقتل ات 140 بلس. هي يعني بتذبح متاخر, مو بانه جيت اوف مي اوبشن, مو بنفس مالت سامس. اوكي كان السامس واز اكشلي اوكي توداي اكسبت فور ذا لاست جيم, ما اعرف اي جست ران اوت اوف فيول صراحه. الناس جيم يوم تلعب شي زونر مثل سامس شي تحتاج شي تكون مروق وايد وايد شي خاصة. يس وانا ماشي كان لازم اصير اكس كيلكس اوت. يس هي از هذي ذا كيجي, هاي كلاسيك كيجي صدق. ما توصل كيجي الدوم يسويها اللي هي لاندنج باكير سبوت دوج داون سماش, بس لازم تكون بكل بسن حق داون سماش. انا فوكس بليفر, انا هلا اقول انا كمان فوكس بليفر, بس المشكله وايد صعب تلعبها. وايد اي ثينك ون اوف ذا هاردست كاركترز هو. يعني شوف اذا انت تتكلم ك صعب, يعني هو عنده سوالف نفس شويه نفس مثلا فالكن, انك انت يعني فالكن مثلا عشان مثلا تجيب اللاندنج نير مثلا لازم اوف يعني تحصل لك ريد اوف نايس ابير على 3-0 يعني مثلا تحصل كي جي. خلك 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 وش كنت بتقول؟ يعني تحصل لك ريد حق شيء, بس انا صعب انك تجيبها اذا قدامك دوم يعني تتحرك.